السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا شباب ان شاء الله رب العالمين هنتكلم في موضوع في غايه الاهميه. هدف الموضوع انه يكون عندكم اكبر قدر ممكن من المعلومات. الموضوع هو عن كمال الاجسام وعن اللاعب اللي بيمارس كونغ فو او جمباز او باركور او بريك دانس او اي رياضه استعراضيه. جات لي اسئله كتير من خلال هل يا كابتن ينفع ان انا امارس مع الكونغ فو او اي فن قتالي اخر كمال الاجسام؟ طب هل ينفع يا كابتن مع الجمباز او الباركور او البريك دانس امارس معاه كمال الاجسام؟ بدايه يا شباب لازم نعرف ايه الفرق ما بين كمال الاجسام البودي بيلدينج والباور ليفتنج رفع الاثقال والفتنس. لازم نفهمهم هم عباره عن ايه عشان ده محور حلقتنا النهارده ان شاء الله رب العالمين. اول حاجه كمال الاجسام البودي بيلدينج وباور ليفتنج رفع الاثقال، الاثنين بيتفقوا فيه ان لاعب كمال الاجسام ولاعب رفع الاثقال يكون عندهم قوه عضليه وقوه جسمانيه، لكن بيختلفوا فيه ان لاعب كمال الاجسام بيهتم بالتناسق والتكامل العضلي لكامل جسمه، لاعب كمال الاجسام بيهتم ان يكون عضله رجله السمانه، عضله صدره، عضلات البطن، عضلات ايده الذراعين بالكامل، عضلات اكتافه، كل عضلات جسمه متناسقه، وانه ما يتمرنش على عضله على حساب الاخرى، يعني يتمرن على العضله ويمهل العضله الاخرى. لاعب كمال الاجسام بيهتم بالتناسق، يكون جسمه كله شكله جميل، تمام؟ يبقى التكامل والتناسق العضلي ده البادي بيلدينج. اما لاعب رفع الاثقال فبيختلف عن لاعب البادي بيلدينج. لاعب رفع الاثقال بيكون كل هدفه ان انا اشيل اوزان ثقيله لمده اطول عشان احطم ارقام قياسيه مثلا. طبعا بنشوف مسابقات عالميه زي الورلد سترونجست مان، اقوى رجل في العالم، بنشوف مثلا لاعب رفع الاثقال وهو مثلا بيسحب سفينه، بيسحب سياره، بيشيل اوزان معينه لمده اطول او لمكان معين. فبالتالي لاعب رفع الاثقال ما بيهتمش بالتناسق والتكامل في بناء العضلات لكامل جسمه، لاعب رفع الاثقال بيهتم فقط ان انا ايه يعني ارفع اثقال زي ما قلنا لمده اطول. عشان كده ممكن الاقي لاعب رفع الاثقال جسمه فيه دهونيات، وبنلاقي كمان زي ما قلنا مفيش تناسق، ممكن الاقي مثلا عنده عضله اكبر من عضله او عضله اصغر من عضله، العكس ممكن الاقي عضله الصدر افضل من عضله البطن او عضله الرجل افضل من عضله الجسم وهكذا، تمام؟ طيب بعد ما عرفنا الفرق ما بينهم هنيجي بقى يا شباب للانظمه الغذائيه. النظام الغذائي للاعب البادي بيلدينج، النظام الغذائي للاعب البادي بيلدينج كمال الاجسام بيمر بمرحلتين او بفترتين، مرحله اسمها مرحله التضخيم ومرحله اسمها مرحله التنشيف. لاعب كمال الاجسام في مرحله التضخيم طبعا يا شباب بيهتم ان هو جسمه يكون ضخم يملى في جسمه، فبالتالي الغذاء بتاعه بيكون غني بالبروتين، غني بالدهنيات الصحيه وغني بالكربوهيدرات. اما في مرحله التنشيف اللاعب هنا بيهتم ببروز العضل وان الجسم يبان شكله جميل جدا، فبالتالي اللاعب بيقلل جامد من الدهنيات، بيقلل من الكربوهيدرات، بيكون غذائه خفيف سعرات الحراريه وغني بالبروتين. اما لاعب رفع الاثقال الباور ليفتنج بيكون غذائه مصدر غذائه كله من الكربوهيدرات والدهنيات زي ما قلنا، لان اللعب كله بيحتاج الطاقه، هو بيستمد الطاقه من الدهنيات والكربوهيدرات، اوكي؟ فبالتالي هو ما بيهتمش قوي بالبروز وتناسق العضل زي ما قلنا. اما يا شباب بقى نيجي للاعب الفتنس. الفتنس عبارة عن تمارين اللياقة البدنية، وتمارين اللياقة البدنية بتشمل قوة الأعصاب، المرونة، الإطالات، ارتفاع القفزات والجمب. ده لاعب الفتنس، وممكن يشيل حديد بس حاجات خفيفة جدا. لاعب الفتنس يعني التمرين السويدي، لو في حد فينا بيمارس كونغ فو او سباحه او اي رياضه، كره قدم، كاراتيه، يعني اي رياضه لازم دايما بيكون لها تمارين تسخينات،
هي دي تمارين الفتنس. فبالتالي يا شباب الجسم الفتنس بيعتمد على تمارين اللياقة البدنية زي تمارين البطن، شد عضلات البطن وبروزها، وتمارين قوة الأعصاب، وتمارين المرونة والإطالات، بجانب رفع الأثقال، بس إيه زي ما قلنا خفيف جدا، يعني هو ممكن بيشيل حديد بس خفيف جدا جدا مش قوي. تاني شيء يا شباب هنتكلم عنه وهو الميول او الرغبه ديزاير، والميول اني حابب اكون مميز في مجال معين، تمام؟ ومن خلال الميول دوت يا شباب احنا هنقدر نحدد امتى نلعب كمال اجسام وامتى ما نلعبش كمال اجسام، يعني الفترات، وهل ينفع في اللعبه دي احنا نمارس كمال اجسام او لا. اول حاجه يا شباب في الميول، في لاعب مثلا حابب انه يكون مميز في الفنون القتاليه فقط، سواء كونغ فو ساندا او كيك بوكسينج او بوكسينج او تايكوندو او كاراتيه او جيتسو او نينجيتسو، اي فن قتالي. في لاعب عاوز يكون مقاتل فقط، يعني ما يضيفش ليه جمباز او يدمج معاه ركلات هوائيه، هو حابب بس انه يكون لاعب ايه الفنون القتاليه. في لاعب تاني حابب انه يدمج مثلا شويه حركات جمباز مع الفنون القتاليه، اوكي؟ في لاعب حابب انه يكون لاعب جمباز فقط، او لاعب باركور فقط، او لاعب بريك دانس فقط، او لاعب تريكنج فقط، او فري راننج فقط، او لاعب حابب يكون ان هو لاعب كمال اجسام فقط، او رفع اثقال فقط، او فتنس فقط. فالميول هي اللي بتحدد ان انا هتخذ، يعني هاخد اي طرق معينة عشان اكون مميز اكتر في مجالي. دلوقتي يا شباب بعد ما عرفنا الميول وعرفنا ان الميول هي اللي بتخلي اللاعب انه يكون مميز في مجال معين، مثلا دلوقتي هل لو لاعب بيمارس كونغ فو هل ينفع معاه كمال الاجسام؟ اول حاجه لو انت بتمارس كونغ فو فقط او اي فن قتالي فقط بدون دمج ركلات هوائيه معاه او دمج شقلبات زي حركات الجمباز او حركات البريك دانس او الباركور، يعني حركات ما فيهاش مرونه، وانت حابب انك تتعلم فنون قتاليه فقط زي اسلوب الوينج تشون، كيك بوكسنج، ملاكمه بس، في الحاله دي لو انت عندك ميول فعلا بدون دمج اي جمباز او ركلات هوائيه فانت فعلا ممكن تمارس كمال اجسام معاه وتعمل تناسق عضلي، وان جسمك يكون في حدود وما ضخمش جسمي على الاخر قوي، تمام؟ عشان ما تكونش حركتي تقيله لان او لكمتي او ركلتي تقيله، لان كل ما مارس كمال اجسام وضخم جامد جامد كل اما حركتي بتكون فعلا تقيله. طيب لو انت لاعب فنون قتاليه وحابب انك تدمج معاه الجمباز او الركلات الهوائيه والحركات اللي فيها خفه، هل ينفع؟ طيب ناس كتير بتقول لي يا كابتن احنا بنشوف سكوت ادكنز اللي هو مشهور ببويكا، تمام؟ عنده جسم جميل جدا، جسم متناسق، عنده عضل عضلات الشيست، الصدر، عضلات الارجل، كل جسم متناسق جميل، وفي نفس الوقت بيعمل ركلات هوائيه صعبه وبيعمل شقلبات صعبه. طيب لو انت لاعب حابب انك تتمرن مع الفنون القتاليه فعلا جمباز وركلات هوائيه، لازم الاول تتقن الركلات الهوائيه وتتقن الجمباز، تتقن الحركات دي كلها، تمام؟ بعدين ممكن تعمل فورمه كمال اجسام. لكن اثناء التمرين بتاعك انت لازم تتمرن فتنس، فتنس زي ما قلنا شباب تمارين اللياقه البدنيه، ومقوم من اربع اجزاء: تمارين المرونه ومرونة الجسم الكامل، اطالات الحوض، الاعصاب، تقوية الاعصاب، وتعلية الجنبات، وممكن تشيل حديد بس خفيف خالص، يبقى الفتنس عشان المرونة. اما لو انت مارست حديد في البداية صعب انك تتقن حركات الشقلبة والركلات الهوائية لانها بتقلل مرونتك، لكن ممكن فعلا لما اتقن حركات الشقلبة واتقن الحركات اللي هي الركلات الهوائيه اللي بتتطلب جامب عالي، ممكن بعدها فعلا اعمل فورمه لجسمي، وفورمه في الحدود، يعني جسمي يكون جميل رفيع وفي عضلات متناسقه، مش لازم اضخم قوي، تمام؟ طيب لو لاعب حابب انه يتمرن جمباز وبرده معاه كمال اجسام او باركور مع كمال اجسام، هل ينفع؟ اول حاجه يا شباب لازم نفرق، يعني نعرف الفرق ما بين الجمباز الفني او الاولمبي والجمباز العام. الجمباز الفني غالبا هو تبع الاتحادات،
فالجمباز الفني لازم ياخد اللاعب اقل سن تقريبا 4 سنين اقل سن. تمام. الجمباز الفني ليه بياخد الطفل وهو صغير؟ لان طبعا زي ما عارفين الحكمه المشهوره التعليم من الصغر كالنقش على الحجر. بياخد الطفل من هو صغير عشان يعرف يتحكم في جسمه جامد قوي، يخلي جسمه مرن، فبالتالي بيمر فتره كبيره قوي لحد ما اهله بدنيا بعدين يتقن الحركات. عشان كده لو لاحظنا في الجمباز الفني اللي هو في البطولات الاولمبيات والبطولات الدوليه والمحليه نلاقي لاعب الجمباز جسمه مشدود ومفرود جدا، بعكس بقى الجمباز العام. الجمباز العام ممكن اللاعب يمارسه من اي سن، تمام، حتى هو كبير في السن، بس الجمباز العام اللاعب ما بيوصلش لمرونه لدرجه مرونه عاليه جدا زي ما هو بدا وهو طفل. فبالتالي ممكن في الجمباز العام نلاقي اللاعب عمل شقلبات وحركات بس جسمه مش مشدود قوي، مش مفرود قوي، مش كامل في المرونه، ممكن يوصل لها بس بعد مرور فتره طويله جدا. تمام. عشان كده بنقول التعليم وانت صغير افضل. طيب لو انت بتمارس جمباز فني، يعني واحد طفل بيمارس جمباز فني، الجمباز الفني صعب جدا انك تمارس كمان اجسام حديد وتشيل حديد والكلام ده، لا بيلعبوا فتنس، فتنس فتنس، لياقه بدنيه كامله، اطالات وحوض ومرونه وتقويض اعصاب، ما بيلعبوش حديد. تمام. اما اذا لو كان في حديد في اللعبه حاجات خفيفه جدا جدا جدا. تمام. اما لاعب الجمباز العام ممكن برضو يعمل فورمه جميله جدا وجسم متناسق في الحدود بس لما يتقن الحركات الاول، لان حركات الجمباز بتتطلب مني مرونه عاليه جدا، وكذلك يا شباب حركات الباركور بتتطلب مني جامب ومرونه عاليه جدا. تمام. يبقى احنا كده عرفنا شباب امتى امارس الحديد مع الفنون القتاليه، لاعب الفنون القتاليه لو بيمارس جمباز معاه او بيمارس ركلات هوائيه امتى يمارس كمان امتى يعمل جسم جميل وامتى لا، ولعب الجمباز والباركور والبريك دانس نفس النظام اكتر حاجه بيركزوا عليها اللي هو الفتنس الاعصاب، تقويه الاعصاب والمرونه والاطالات، بعدين بعد ما يتقن الحركات ممكن يعمل جسم شكله جميل. لكن الضخامه جامد 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 زياده عن اللازم مش كويسه جدا، بتقلل فعلا المرونه. تمام. فالجسم المتناسق بعد ما يتقن الحركات تمام قوي. المهم شباب اتمنى يا رب العالمين تكونوا استفدتوا، وانا لما ادخل اي مجال اكون فاهم امتى امارس كمال اجسام وامتى امارس الفتنس، وعرفنا الفرق بين البودي بيلدينج كمال الاجسام والباور ليفتنج رفع الاثقال وما بين كمان الفتنس. لو احنا استفدنا شباب اتمنى نعمل سبسكرايب اشتراك للقناه وكمان لايك، واتمنى كمان نعمل شير عشان الكل يستفاد، وباذن رب العالمين نتابع كل جديد مع بعض. نسر كونغ فو معاكم، بيس.